كارمن، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاملة ايه دلوقتي؟ حاسة بايه؟ احساس يجنن. انا كنت مبسوطة قوي قوي قوي. حسيت كده انه انا كنت طايرة يعني فعلا، بس لا جميل. انا كنت سعيدة جدا. انا كنت فاكرة ان انا هخاف، بس لا ما خفتيش خالص؟ لا ما خفتش. انا ولا كنت ولا لما الباب اتفتح ولا لا. بصي انا الوقت الخوف ده واحنا خلاص نزلنا، يعني دي شويه فيها سنه خوف. اوكي. لكن لما حتى الباب اتفتح وشفت يعني كل حاجه قدامي تحت وكده، لا ما كنتش حاسه بحاجه فعلا. يعني ودي حاجه كانت بسطاني، يعني ان انا I'm so excited ان انا اعمل الاكسبيرينس دي. انت اصلا جيتي الفيوم قبل كده ولا لا؟ جيت مره واحده بس. اوكي. ورحت بس عند الشلالات، بس ما عملتيش اي حاجه تاني خالص. عند شلالات الفيوم بس هي اللي روحتها وتصورت ساعتها وكده، وانا لسه كنت في اولى جامعه. بس عايزين نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتيها قبل ما تطلعي الطياره. اوكي. زوزي، مصطفى، فرح، مامي، بابي، كل عيلتي جميله، انا بحبكم قوي، وانتم بجد بجد يعني احلى حاجه في حياتي، وربنا يخليكم ليا. وعايزه اقول لنفسي انه انت عديتي بحاجات كتير قوي قوي صعبه، وان شاء الله اللي جاي احلى. برغي كتير قوي، ويعني وانت كل شويه بتبقي اقوى، فانا فخوره بيكي، وان شاء الله دايما تكوني احسن يا كوكي. طيب كارمن، احنا اتبسطنا معاكي جدا النهارده. اتمنى انك كمان تكوني اتبسطتي جدا جدا، يعني ثانك يو على الاكسبيرينس الحلوه قوي دي. طيب اخر حاجه بس هنعملها ان احنا ناخد سيلفي مع بحيره قارون وبس كده. اوكي يلا بينا.